وفي الفقرة الثقافية، فتحت وزارة الآثار المصرية يوم السبت 13 يوليو الجاري الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور أمام الجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم بحضور 40 سفيرا من الدول الأجنبية والإفريقية في مصر، كما تم الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية بالمنطقة. وقال خالد العناني وزير الآثار المصري: نفتح اليوم هذا الهرم أمام كافة السائحين، كما سنذهب لزيارة الهرم الملحق الموجود على بعد أمتار خلف هذا الهرم ونفتتحه للزيارة لأول مرة. كما عثرت بعثة مصرية في منطقة دهشور على جدار أثري متعرج وتوابيت بداخلها مومياوات، كما تم الكشف عن مقبرة سائست التي يعتبر صاحبها من الشخصيات المهمة في عصر الأسرة 12 من الدولة الوسطى. وأفادت تقنية الهرم المائل في توصل سنفرو ومهندسيه إلى بناء هرم كامل بتقنية جديدة في بلدة ميدوم يسمى الهرم الأحمر، وهي جميعها إهرامات مسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو كجزء من جبانة منف الأثرية. وتم فتح بعض الأماكن الأثرية في مصر للزيارة بعد حجبها فترة عن أعين الزائرين، وهو بمثابة إحيائها واكتشافها من جديد كي تظهر مرة أخرى في صورتها الحقيقية والرائعة التي تركها عليها المصريون القدماء.